الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار مستشاره خلال حملته الانتخابية ديفيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. وكان فريدمان قد أعرب خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن دعمه لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تصريحات لا تتماشى مع موقف المجتمع الدولي من الاستيطان، والذي يعتبر الاستيطان غير قانونية ويشكل عقبة في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت مستشارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي قد قالت إن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس يشكل أولوية كبيرة لدى ترامب، وهو ما أثار قلق الجانب الفلسطيني، حيث قال وزير الخارجية الفلسطيني إن مثل هذا القرار سيشكل خرقا لقرار مجلس الأمن والجمعية العامة والذي صاغته الولايات المتحدة. وكان ترامب من جهته خلال حملته الانتخابية في شهر أيلول الماضي قد تعهد بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل على حد تعبيره. من جهة أخرى، انتقدت منظمة جي ستريت اليسارية المؤيدة لإسرائيل والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، انتقدت بشدة عين ترامب لفريدمان ووصفت الخطوة بالمتهورة والتي تهدد سمعة الولايات المتحدة في المنطقة والعالم.